ده يا دكتور عايزين نعرف ايه هو مفهوم الاتزان النفسي. طيب مبدئيا بشكركم على الدعوة الكريمة، ويعني أنا بتشرف بوجودي مع حضرتك. الله يحفظ حضرتك. مفهوم التوازن النفسي يعني هو مفهوم عميق ومفهوم مطاط، وهي حالة جميلة إحنا لازم كلنا نتعود نعيشها أو عايزين نوصل لها، لأن هي حالة ما بين الثبات الانفعالي والفكري، هي حالة من الثبات ما بين العقل والقلب، هي حالة ما بين الثابت والمتغير، كلها حالات موجودة جوانا ولازم نسعى ان احنا نوصل لها. وعشان نوصل لها لازم يكون في مخيلتنا او نتعود على مجموعة من الحاجات. خليني اقول لحضرتك مبدئيا كده، يعني في مفهوم كده جميل حضرتك قلتيه كده في البداية اسمه السعادة. احنا السعادة ازاي نوصل لمفهوم السعادة؟ ودي المرحلة الأولى لوصولنا للتوازن النفسي. السعادة يعني كل الحاجات اللي حواليا بتبقى كلها إيجابية. تمام. طيب هنفترض إن كل الحاجات اللي حواليا في حاجات كتير منها سلبية، الرضا والقناعة بكل الأشياء اللي بتحصل لي، وإن أنا هذه الحاجات نتيجة خبرات معينة أو أنا هستفيد من هذه الحاجات السلبية وحول شطارتي هذه النقاط السلبية لنقاط إيجابية، ده اللي بيوصلني لأول نقطة وهي السعادة السعيدة. في وصولي لهذه الحالة من التوازن اللي احنا بنسميه التوازن النفسي. النفسي. النقطة الثانية اللي بعد السعادة، لو أنا عندي مجموعة من الحاجات الإيجابية وأنا وصلت لهذه المرحلة من السعادة، في حاجة اسمها رضا النفس. رضا النفس يعني عندي قناعة بكل حاجة بتحصل لي حتى لو سيئة. رضا النفس والقناعة دي هي تاني نقطة بتوصلني للتوازن النفسي.